ولم يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فأخبره إنسان بما يجب عليه اعتقاده. افترضوا كده واحد في جبل لا يعرف، فإنسان أخبره بمسائل الإيمان فصدقه من غير تفكر ولا تدبر، فهذا هو المقلد المختلف في إيمان. يعني لو سئلت سؤال من هو المقلد المختلف في إيمانه، تقول مثلا تذكرها على سبيل التمثيل، رجل نشأ في جبل أو في مكان بعيد، بربكم ما فيش الآن جبال، الناس فوها الجبال. يعني نشأ في مكان بعيد عن الناس، جاء ولا يدري شيء عن الكتاب ولا عن الإيمان ولا عن التوحيد ولا عن الألوهية ولا عن الرسالة ولا غير ذلك. هنجلس يا مولانا بس كده بعض الوقت ثم بس بعض الوقت. فرجل لو سئلت من هو المقلد فتقول مثله أو شأنه، عشان ما هتستطيع تعرف طائفة، تقول هؤلاء طائفة المقلدين، أو بلد تقول هذه بلاد التقليد، لأنه في كل بلد أو في كل بقعة أو في كل ناحية يوجد من هو مقلد ومن هو عنده أهلية يعني، ولا تستطيع أن تعرف شخصا بعينه. فتقول من ينطبق عليه هذا التعريف، مشأ بإيه في مكان بعيد أو في بادية ولم يعرف شيئا عن مسائل الإيمان أو عن الألوهية وما يجب لها وما يجوز وما يستحيل، فجاءه رجل فأخبره فصدقه دون أن يفكر أو يطلب دليلا. يعني قالوا انت رأيت يبين عليك شكلك كذا رجل صادق ورجل أنا كلامك أنا خلاص هذا هو المقلد. فلو رأيت إنسانا هذه صفته هذا هو الايه المقلد. وهذا هو المختلف في ايمانه، ليس المقلد الذي عنده دليلا ايه اجماليا، فهذا الدليل اخرجه من ايه من رقة التقليد، فاصبح غير مقلد، اصبح شأنه شأن العارف او العالم او شأن من ينظر في الادلة. لكن هذا ادنى حالة اقل شيء، وهذا اللي هو عنده بحوث وعنده أدلة وعنده هكذا يصبح يعني ليس في إيه في مستوى واحد، لكنه يعتبر هذا الإيه الحد الإيه الأدنى. هذا بالنسبة للحكم للصحة، يعني مختلفين في الحكم في صحة إيمانه بالنظر لأحكام الآخرة، خلاص يعني فيما بينه وبين الله. أما بالنسبة لمسائل أو لأحكام الدنيا فيحكم له به بمجرد النطق بالشهادتين يحكم له بالإيه بالإسلام. أما الذين نشأوا في ديار الإسلام من الأمصار والقرى والصحارى وتواتر عندهم حال النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، والذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فكل هؤلاء من أهل النظر والاستدلال. شوف كده العبارة الجميلة دي، أي إنسان يتفكر في قدرة الله وينظر ويقول سبحان الله كده لما يرى شيء عجيب، او يعني يلفت نظره مثلا وقوع كارثة او مصيبة او امر يعني خارق فيسبح الله، هذا غير مقلد وخارج من المسألة دي. قال نشأوا في ديار الاسلام كلها القرى الصحاري والارياف وتواتر عندهم، يعني التواتر ده دليل مقطوع به صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، ويصدق عليهم قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهات يفكرون. فطالما هناك تفكر ولو في ملكوت السماوات أو في حتى الناس اللي هم
أهل الصحراء، يعني عندهم نوع من النظر. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل؟ يعني لو نظر إلى الإبل وقوائمها وقوتها وشدتها وبعثها، هذا نوع. تفضل يا سيدي، تفضل قليل وحننصرف بعد عما قليل. لا تعالى، ده انا اول ما نشوف اول ما يجمع لا حاج نروح هنروح للشيخ سيد حنسلم عليه في جماعة عظيم. يا ريت تشوف الجماعة اللي هم اللبنان، احنا لما نشوفك بنستمد البركة. شوف الناس اللبنان الاسرائيلي اسمه اللبنان خليك انت عارف مصر، قول لهم هنروح نصلي ايش عندهم. يبقى كل هؤلاء من اهل النظر، مش مع النظر يعني معناها اهل العلم ولا اهل الدراسة، لا، من عنده تفكر وتأمل. فكل هؤلاء من اهل النظر والاستدلال، فإيمانهم متفق عليه وليسوا من محل الخلاف. اذا مسألة المقلد ده مين هو المقلد؟ يعني لو فرض واحد لا ليس عنده دليل لا مجمل ولا تفصيل، خلاص يعني أنا لأنه انا اريد ان ارى انسان ليس عنده اي نوع من الاستدلال فلا اجد مهما كان عاميا، سواء مسألة التعبير او التفصيل او التوضيح، تحس ان في فطرته ادلة. ليه؟ لانه بطبيعته طالما ركب فيه العقل فهو مفكر، لازم يفكر ولو ادنى شيء. فالتفكير امر فطري جبلي، جبل الله تعالى عليه الناس. ولو هو ليس عنده ادلة خالص نهائيا هو ذا المقلد. وفي مثال يوضح لك كيف تعرف المقلد من غيره. لو ان انسان ذهب مع جماعة لاستطلاع رؤية الهلال، راحوا 10، فواحد منهم رأى الهلال واحد بس، فأخبر من معه فصدقوه دون أن ينظروا أو يسألوه، أو هم ذول المقلدين. يعني أخبرهم بأنه رأى الهلال. أنا شايف هنروح إن شاء الله نعيش هناك شوية كده 10 ربع ساعة كده نطلع على هناك. عندكم مانع ولا عندكم ارتباط؟ لا ما في مانع، خلاص ما في ارتباط إن شاء الله نروح نصلي العشاء. عندكم جواز هو عشان عندكم استحالة كمان. يبقى كده خذ مثال المقلد واحفظه. جماعة ذهبوا لرؤية أو لاستطلاع الهلال، فرآه واحد فأخبر من معه فصدقوا دون حتى أن ينظروا معه أو يقولوا مثلا فين الهلال. لكنهم لو قالوا له أرنا الهلال ونظروا إليه كما نظروا أصبحوا في هذه الحالة غير مقلدين. متى يكونوا مقلدين؟ إن اتبعوه أو صدقوه دون أن ينظروا إلى الهلال كما نظر إليه. وضحت؟ هذا هو شأن أو حكم التقليد. إذا من نشأ في ديار الإسلام في مصر والشام ولبنان والعراق وهذه البلاد كلها اللي تبعها، وتركيا واليمن والسودان والحبشة، وتواتر عندهم حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه إنسان رجل مبعوث وصادق وله معجزات وله رسالة وآمنوا به وصدق عليهم قول الله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فهؤلاء جميعا ليسوا من أهل التقليد وإنما من أهل النظر والاستدلال، وإيمانهم متفق عليه وليس محل خلاف. يبقى محل الخلاف في المسألة اللي احنا افترضناها في الأول، وفي إيمان المقلد أو كذا 6 أقوال كلها مبنية على افتراضيات، وأصحها أنه مؤمن، يعني إيمان صحيح، وعاص إن كان فيه أهلية للنظر.
اما ان كان ما عندوش اهلية يبقى اذا هو ايه مؤمن مش مختلف في ايه في ايمان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى واعلم بان المعرفة هي ايه اول واجب. واجب اولا بان مما يجب معرفته وفيه خلف ده بتاع الجوهرة ده كلام ده تمام كده مش الكريدة ده هتطلعنا نشرح حاجة تاني لسه يعني قدامه سنتين عليها ان شاء الله. اول واجب هو المعرفة كده اول واجب ان بعضهم قال كده الامام الاشعري ابو الحسن الاشعري قال اول واجب المعرفة بعضهم قال اول واجب هو النظر الموصل الى المعرفة بعضهم قال هو المقدمات الموصلة الى النظر الصحيح وبعضهم قال هو اول جزء القول الغزير القول اللي قبله وبعضهم قال هو القصد الى النظر. وتجد ان كل هذه الاقوال الاختلاف فيها اختلاف لفظي لانه المعرفة هل تتم الا بالنظر النظر هل يتم الا بالقصد اليه القصد هل يتم الا بالمقدمات يعني اذا ما لا كل دي سلسلة في شيء واحد لكن ممكن تقول كده ان كل هذا واجب والمعرفة ايضا واجب بس هذه واجبة لذاتها وهذا وسيلة للواجب يعني واجب لغيره وليس ليه لذاته فليس هناك ايه اختلاف الا ايه من باب الخلاف الايه اللفظي. اول واجب ها هو المعرفة خلاص والمعرفة لا بد من ايه النظر والنظر لابد من قصد والقصد لازم يتم بعد القصد يبقى فيه مقدمات وكل متوقف على ايه على بعضه. وقيل بعضهم يعني خالف قال اول واجب هو التقليد ده قول غريب طبعا وبعضهم قال اول واجب هو النطق بالشهادتين خلاص كده وما فيش تعارض انه النطق بالشهادتين ده لاجراء الاحكام الدنيوية تمام كده طبعا في حق غير الاخرة في ايه في حق غير الاخرة انا هنتكلم في حاجات يبقى اذا المعرفة هي اول واجب على المكلف. مين هو المكلف هو كله بالغ البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة سليم الحواس والمراد بسلامة الحواس أي السمع والبصر إذ جميع الواجبات متوقفة عليها يعني ما عدا معرفة الله سبحانه وتعالى يعني إيه الواجبات يعني الواجب هو واجب واحد ولا التكاليف دي كلها واجبة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال يعني أنت مكلف بقضايا كثيرة في العقائد وفي الأحكام وفي المعاملات وفي الشرائع جذن المعرفة دي هذه أول واجب. طب ليه أول واجب قال لك لأن ما عداها من الواجبات متوقف عليها يعني معناها لا يجب عليك شيء قبل المعرفة. طب ما المراد بالمعرفة معرفة الله مش كده طب هل يمكن للبشر ان يعرف الله وما قدر الله حق قدره على حقيقته لا طبعا لانه المراد بالمعرفة ليس معرفة الذات معرفة وليس معرفة الصفات فان هذا الباب مغلق على البشر لا نبي مرسل ولا ملك مقرب قال تعالى ولا يحيطون به علما. امال المعرفة هي ايه قال المعرفة المراد بها التصديق معرفة انه تعالى موجود وانه واحد وانه متصف بصفات الكمال ومنزه عن هو القدر الذي في طاقة البشر ان يعرفه ان يصلوا اليه يعني معرفة الله يعني معناها التصديق بانه موجود الايمان بانه واحد
متصف بصفات الكمال اللي فيها تفصيل وفيها اجمال، ومنزه عن صفات النقص اللي فيها تفصيل وفيها ايه اجمال. هذا هو المطلوب. اما اكبر من ذلك لا. ليه؟ انه لا حتصل الى 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 انه تعالى موجود، هنا حيشترك العقل مع النقل. حتصل الى انه واحد، حيشترك العقل مع النقل. حتصل الى انه قادر، حيشترك العقل مع النقل. حتصل الى انه تعالى عالم، حيتصل العقل مع النقل في ايه اربع صفات من صفات المعاني، وفي اربع برضو من الصفات الايه السلبية هيشترك العقل، اللي هي يتوقف عليها اتصافه تعالى بالألوهية، يعني تتوقف عليها المعجزة. اللي يتوقف عليه المعجزة لازم يبقى الاشتراك بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية. يعني مثلا كونه تعالى خالق للعالم يتوقف على ايه؟ على انه ايه قادر، ها، وعلى انه عالم، على انه مريد، وعلى انه حي. دول اربع من ايه من صفات المعاني. نجي للصفات الايه السلبية. عاوزين كام منها؟ اربع. عاوزين اربع. ايه هما؟ ها، الوحدانية. لو كانوا اثنين مش هيخلق، مش هيستطيع. يعني يريد احدهما حركة زيد والاخر يريد سكونه، فلو تم مرادهما معا هيؤدي الى ايه التناقض، ولو بطل مرادهما معا برضو حيؤدي الى التناقض. أه؟ ولو نفذ مراد واحد ولم ينفذ مراد الثاني حيؤدي الى عجز احدهما، وايضا يلزم من عجز احدهما عجز الاخر لانه ايه مثله، فبطل ايه التعدد وثبتت الايه الوحدانية. يبقى الصفات اللي هي تتوقف عليها المعجزة يعني الفعل هي دي اللي ايه اللي يتوقف عليها ايه الالوهية، او يتوقف عليها وصفه سبحانه وتعالى بالالوهية. يبقى جميع الواجبات غير المعرفة مبنية عليها. وهذا ان بنينا على ان المعرفة مقدورة للمكلف فهي اول واجب عليه، وان بنينا على انها غير مقدورة له لان العلم الحاصل عقب النظر غير مقدور للمكلف بل واجب الحصول، فالنظر اول واجب. فالخلاف لفظي زي ما ايه ما ذكرنا. اذا يترتب على المعرفة ما عداها من التكاليف. ومعنى المعرفة عن معنى ايه ها ثاني؟ ليس معرفة الذات ولا معرفة الصفات ولا كنه الصفات. تعالى كده نجيب من أدلة القرآن الكريم أن المراد بمعرفة الله تعالى معرفة ما يجب له من صفات الكمال، وما يتنزه عنه من صفات النقص. ومعرفة طبعا إذا كان في إثبات وفي نفي يبقى معناها في وجود، لأن لا ننفي عن غير موجود. صفة الوجود دي معناها مش هتكلم فيها لأنها دي لا يتم ما عداها إلا بها. بمعناها واجب عليك معرفة الله يعني إيه؟ يعني تؤمن بأنه موجود وبأنه واحد وبأنه متصف بالصفات اللي حنفصلها حنعدها حنفصلها الكامل. عند الأشعر 13 صفة وعند غيره 20 صفة اللي هي الصفات التفصيلية. الواجب على كل مكلف إيه أن يعرفها. نعم. ما انا بقول لك معرفة ما يجب، ما يجب دي الصفات، وما يستحيل دي الصفات، ما دي الصفات السلبية اللي هي ما يستحيل، وما يجب دي الصفات المعاني، ومعرفة ما هو الايه الجائز. انا اقول لك انه ليس المراد بان اول ما واجب هو المعرفة اي معرفة حقيقة الذات وحقيقة الصفات، مش الصفات انك تعرف انه تعالى يصف له متصل بالقدرة، انما ما هي القدرة او حقيقة القدرة او هي قدرة ده معناها لا ممسوك عنه ممنوع الكلام فيه. هذا هو المراد. لما فرعون سأل قال ايه وما رب العالمين، لماذا كان الجواب سيدنا موسى قال ايه
رب السماوات والأرض. هنا فرعون يسأل عن ايه؟ ها؟ يسأل عن الحقيقة، لأن السؤال بما في المنطقة يسأل به عن ايه؟ عن الماهية، عن الحقيقة. وأي يسأل بها عن المميز، يعني عن الفرق. فهو سأل بما، يعني يريد يقول ما كنت، ما حقيقة الذات الإلهية. هل أجاب سيدنا موسى بشيء من ذلك؟ كان الجواب إيه؟ قال رب السماوات والأرض. بعدين قال ربكم ورب آبائكم الأول، قال رب المشرق والمغرب. يبقى عرفه بالآثار الموصلة، ها؟ اللي هي الأفعال الموصلة إلى إيه؟ إلى الصفات الموصلة إلى الذات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى فيقول اللهم إني إيه؟ أعوذ أول شيء بعفوك من إيه؟ من عقابك، أو بعفوك من عقوبتك. يعني استعاذ بفعل من فعل، ثم ترقى شوية زيادة، فاستعاذ مش بفعل من فعل، بصفة من صفة، برضاك. إذا الرضا ده فعل، هي اللي ينتج عن الرضا العفو، والسخط ده صفة، هي اللي ينتج عنها العقاب. جاء أول حاجة استعاذ بفعل من إيه؟ من فعل. فلما ترقى استعاذ بصفة من صفة، بإيه؟ برضاك. فلما ترقى استعاذ بالذات وحدها، بك منك، خلاص يبقى انتهى، ما فيش حاجة تاني. يعني لم يعني بعد الأفعال رأى مصدر الأفعال اللي هي إيه؟ ثم رأى الذات، فلم يجد شيء. استعيذ بك إيه؟ منك. إذا تلاشت عنده إيه كل شيء، فلم يبقى إلا إيه؟ الذات. هو لازم نقدم الصفات على الأفعال، لازم، لأنه لا يمكن وجود الأفعال بدون إيه؟ بدون الصفات. يبقى احنا عرفنا انه سؤال ثاني مهم، ايه المراد بالمعرفة؟ هي التصديق بانه تعالى ايه؟ موجود، وانه متصف بصفات ايه؟ الكمال، وانه تعالى منزه عن النقائص. وليس المعرفة المراد بها كن الذات، ولا معرفة حقيقة الصفات، فإنه هذا الباب مغلق على جميع البشر، ولا أحد يستطيع أن يصل إليه أبدا، ولا معرفة الوجود بس، لأن هذا يخترق. بعضهم قال ده أمر بالذوق، عند أهل التصوف في مكاشفة، بس دي الحاجات لا نستطيع نجعلها لا قواعد ولا علم ولا نستدل عليها. ده أحوال على من يقول به بثبوت الأحوال، لكن أنت لو نفيتها معذور، وإنما اللي ذاقها وشافها وكشفت له لا تستطيع أن تجادله، من ذاق عرف. أما المعندوز ذوق ده فدي مسألة ما تدخلاش مسألة، ده حال ثاني، ولكنه ليس حجة على غيرهم. يعني مثلا هم يحتجون بالكشف، لكن هل تقبله أنت إلا بشاهد عدل من الكتاب والسنة؟ في حتى الرؤية المنامية قد تكون من رجل صالح، ولكن هل يأخذ بها القاضي أو الحاكم أو واحد رأى في المنام؟ أيام هارون الرشيد بيقول له رأيت في منامي يا أمير المؤمنين أن هذا، أشار إلى رجل في الجلسة، أنه يدبر لك مكيدة. انا شفت في منامي انه هو بيدبر لك ايه؟ مكيدة. فقال هارون هات السياف واقتلوا ايه؟ هذا الرجل، لان الرجل رأى المنام ده رجل صالح لا يكذب. فعلى طول واحد من العلماء الموجودين قال ابروس على رسلك آمن، قال له والله ما رؤياهم هذا الرجل برؤيا ابراهيم الخليل، مش نبي ده عشان رؤيا الأنبياء يعني رؤياهم حق، ولا اللي عبر رؤيا ده بيوسف الصديق. أفبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق الناس، كذاب. فإذا يعني مثلا أنت رأيت في المنام أن هذا سرق مالك، هل ينفع ده دليل عشان نقيم الحق؟ لكن ممكن يكون رؤيا ده صحيحة وفعلا يكون هو ده السارق، لكن لا تقام الحدود إلا بإيه؟
يعمل فيها بنفسه بس. بس ده هذه الرؤية تستأنس بها في حق نفسك، لكن ما تنفعش دليل على ايه؟ على غيره. ففي مسائل في التصوف في بعض المعرفة محدش يستطيع يتكلم فيها ولا يستطيع ان ينفيها، لان لا يمكن نثبتها، لان الطريق في اثباتها مش هو طريق الادلة وطريق البحث وطريق طريق خرق العادة، طريق يعني ذوقي، لا يستطيع الانسان ان يعبر عنه بشيء. ولذلك لما شرحوا كان الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الازهر رحمه الله تعالى لما يشرح اذ يغشى السدرة ما يغشى، قال هنا ضاقت العبارة. فما يعني ايه ما يغشى؟ ما يغشاها عشان الانسان يفهم او يذهب فيها كل مذهب، وما يمكن ان يتصوره أو يذهب في فهم الآية يذهب. قال تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، لو قال لك فغشيهم امواج كالجبال ممكن يكون اشد من ذلك، حيصور لك ربنا به، فما فيش حاجة تفهمها من مما هو مستعمل. فالعبارة هنا ضاقت، فجاءت لك بإيه؟ بطريق انك تفهم فيه زي ما انت عاوز تفهم. فغشيهم من اليم ما غشيهم، ها اذ يغشى السدرة نور الخلاق، برضو العبارة انت كيف حتفهمها؟ كيف يغشاها نور الخالق؟ فقال لك ما يغشاها انوار بركات اسرار، افهم زي ما انت عاوز تفهم، لانه ما فيش في اللغة عبارة لفظ يتحمل المعاني دي، لما دي معاني غيبية، واللغة موضوعة للألفاظ المتداولة اللي هي في المحسوسات والمشهودات والملموسات والمنحوسات والمشمومات، إنما دي معاني غيبية، معاني ألوهية. إذا كان سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لا يوجد في الجنة ما مثله في الدنيا إلا الأسماء، لما في قوله تعالى مثلا فيها فاكهة ونخل ورمان، هل الفاكهة هي وأتوا به الآية نفسها وأتوا به متشابه، وجاء مثلا في قوله تعالى يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة، القوارير يعني الزجاج، فكيف تكون الآنية الزجاجية دي من فضة؟ رغم انه الفضة يقول لك مهما طرقت حتى تصير يعني زي الورقة، لا يمكن ان يرى ما في داخل الآنية من خارجها، مثل ايه؟ الزجاج. الزجاج مهما كان كثيفا لكن يتلون بلون الايه؟ الشراب اللي فيه. انما الفضة مهما كانت رقيقة جدا، هل يمكن يرى في الباطن من الظاهر؟ لكن شوف الفضة اللي في الآخرة يرى ظاهرها من باطنها، يبقى ليست كفضة في الدنيا إلا فين؟ بالاسم فقط، بهذا الدليل. هذا إذا كان في شأن المخلوقات، هل يمكن توجد ألفاظ تعبر عن الصفات الإلهية أو عما هو يعني في مما اتصف الله تعالى به إلا على سبيل التقريب؟ حتى ربنا سبحانه وتعالى يقرب لنا، ما يقول لك مثل الجنة وأهل النار يمثل لنا، إنما الحقيقة أكبر من مما هو بدليل الجنة يمثل لك فيها مثل. ويجي الحديث يقول إيه؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر. كيف يحدثنا الله عن نعيم الجنة؟ لازم يجيب لنا أسماء مما نعرفه فيمثل لنا. فإذا كان هنا في تأويلة في الحاجة مخلوقة، فكيف نمنع فيما هو أشد وأعظم في الشأن من صرف الألفاظ عن ظاهرها؟ إذا كان صرفناها في أمور يعني نعيم الجنة، فكيف لا نصرفها فيما هو أكبر منها؟ فأعرف أنها سائر الشرعيات كلها، حج صلاة صيام، كل ما عدا المعرفة متوقف على ايه؟ على المعرفة. فاعرف ايعرف انها واجبة بالشرع لا بالعقل، خلافا للمعتزلة. من المعتزلة قال واجبة بايه؟ بالعقل. ومش خد بالك في بعض الناس تفهم معنا احنا بنعاند المعتزلة، احنا ضد المعتزلة، ان هم قالوا الشرع احنا نقول العقل، وان قال العقل احنا نقول لا. ما معنى واجبة بالشرع؟ يعني أدلة وجوب المعرفة هي ايه؟ شرعية، هي الشرع. فالمعتزلة لما اعترضوا قالوا كيف نوجبها بالشرع؟
خد بالك لو واحد مثلا كافر غير مؤمن ونقول له واجب عليك معرفة الله، لو قلناها واجبة بالشرع وهو لا يؤمن بالشرع فكيف نوجب عليه بالشرع وهو لا يؤمن بالشرع؟ كلام صحيح. يبقى معنى كده إذا كان مؤمن بالشرع يبقى عارف، يبقى كده معناها تحصيل حافظ، يبقى إذن المعرفة لا تجب إلا إيه؟ بالعقل. لما نجي نقول لهم إيه ما ألزم به المعتزلة الأشاعرة يعود عليهم برضه، لو أنت قلت له واجبة بالعقل يقول لك طب وأنا مش واجبة مش حنظر، مش أنت تقول واجبة بالعقل؟ يعني نفس ما ردوا به على الأشاعرة أو على أهل السنة نرد به على الإيه؟ المعتزلة، يعني ما ألزمتمونا به هو لازم لكم. والرد الصحيح أن النظر ليس متوقفا لا على شرع ولا على عادة، لأنه من شأن الإنسان بحكم خلقته أن ينظر، سواء مش حينتظر لما تقول له في شرع لا أوجب عليك النظر ولا في عقل، هو كده أول ما يخلق كده ويشم نفسه ويأكل ويشرب ويبلغ ويتحرك يبدأ إيه ينظر في الأشياء ويبحث فيها ويسأل دم مين وضلع فين وهكذا، شيء عنده يعني بحكم خلقته. يبقى النظر مش متوقف على الشرع ومش متوقف على الايه العقل. وشوف كده خد بالك، لو قلنا انها واجبة بالشرع زي ما قالوا اهل السنة، يبقى معنى كده تعالى ايها الكافر واجب عليك ان تنظر، يقول لك من الذي اوجب؟ تقول له ايه؟ الشرع. يقول لك انا غير مؤمن بالشرع، لا يكون واجبا الا بعد الايمان بالشرع. هل انا اكلف بما يوجبه الشرع الا بعد ان اؤمن به؟ طب ولو كنت مؤمنا تصبح المسألة تحصيل حاصل، تجب عليه اذا كان مؤمن بالشرع ومؤمن بالكلام ده، يبقى معناها كيف هتوجب عليه بالشرع؟ كيف توجيه كلام ولا كان؟ ما احنا نقول لك ان هو لما نقول له النظر يعني النظر هو الموصل الى المعرفة، ما هو المعرفة لا تتم الا بالنظر. لو قلنا ان النظر واجب بالشرع يقول لك انا غير مؤمن بالشرع، وطالما انا لست مؤمنا بالشرع لا يلزمني ما يوجبه الشرع. لا. ولو كنت مؤمنا يبقى اذا فانا عارف، معنى اني مؤمن يعني عرفت هذا الشرع وامنت به وصدقت، كيف تقول لي بشيء انا هو عندي؟ يبقى اذا ايه المانع؟ احنا خد بالك لما نحن نقول واجبة بالشرع مش معنى كذا ان العقل لم يوجبها، ولا معنى واجبة بالعقل ان الشرع لم يوجبها، ما فيش تعارض بين الاثنين. يعني ما امر الشرع بشيء فقال العقل لا يا ليته لم يامر، شوف كده، وما كان عند العقلاء مسلما به لا ياتي الشرع ويقول لنا لا تفعلوا، لانه من واهب العقل الله ومن منزل الشرع الله. فالشرع نور جعله الله لنهتدي به، والعقل ايضا نور. ولذلك الامام الغزالي ابو حامد لما شرح الايه قال ايه نور العقل ونور الشرع، شوف كده، قال هما نور على نور. ولما كانت الثمر اللي حترجع منهما واحده وحد الله الضمير فقال يهدي الله لنوره، رغم انه اثنين نور على نور نورين، وجاء في الاخر يهدي الله لنوره فافرد، لانه لا يمكن يوصلك العقل الى طريق الشرع يرفضه اذا كنت عاقل بمعنى الكلمه، ولا العكس، هل يوصلك العقل الى طريق يذمه العقل؟ نعم. يبقى معنى كده هما ايه مصدرهم واحد مش مصدرين. اذا تعرف انها واجبة، ونحن قلنا واجبة بالشرع من ده مذهب اهل السنة والجماعة كلهم، ما فيش وجوب لغير الشرع، لانه كلمة واجب يعني حيترتب عليها على ترك وعيد، حيترتب عليها عذاب، حيترتب عليها عقاب، انما هل الشرع عنده عقاب عنده جزاء عنده كذا؟ كل ما في الامر اللي هو اذا ترك الواجب له العقل قال لك يذمه العقلاء، يعني حد قال مذموم عند العقلاء غير مقبول عندهم، لكن في عذاب. كان لما كنا عم نخبر هونيك الشيخ مصطفى عمران، اما احنا واخدين منه هنجيب من برا واخدين من نفس المعين. ما هو الشيخ المرفوض على العقلاء ما هو؟ يعني لو انه انسانا لا يعرف الله تعالى
لكان مذموما عند العقلاء. بمعنى ايه؟ مثلوا لها بمثال، قالوا انت كنت في صحراء وما فيش يعني اشرفت على الهلاك، لا طعام ولا شراب، ثم فجأة ظهر لك انسان باطيب والذ انواع الطعام والشراب، وبعد ان اكلت وشربت واصبحت يعني لم تكلف نفسك ان تتعرف على هذا الرجل الذي صنع معك هذا المعروف، فكل اهل العقل في الدنيا كلها يذمون هذا الايه التصرف ويرفضونه. فيقول لك كيف انت لا تتعرف اذا كنت توقن من نفسك بانك لست موجدا لنفسك، وتوقن بان هذا العالم له موجد، ومع ذلك لا تتكلف ان تعرف يعني قاسوا دي على دي. فكأن الذي لا يعرف الخالق قاسوها على ايه الذي، لانه يجب عليك اذا عقلا كما قالوا ان تشكر هذا المنعم. كيف تشكره الا اذا عرفت اسمه واذا عرفت صفاته وسبحت بحمده وهكذا الى اخره. اذا هذا مذموم عند اهل ايه عند اهل العقل، لكنهم الزمونا. قال لك انت تقول وبعد كده حيبقى فيها دور، وحيبقى معنى كده دي تدور على هذه وهذه متوقفة على هذه. فإذا كانت ثابتة بالشرع إذا متوقفة على الإمام بالشرع، والإمام بالشرع نفسه متوقف عليها، فيسموه ده إيه الدور. يعني هي تجب بالشرع والشرع يجب بعدها، هذه متوقفة على الشرع والشرع متوقف عليها. وعشان كده قلنا إنه الصحيح في الرد أن النظر لا يتوقف على شرع ولا على عادة، بل هو شأن إيه البشر، شأن من خلقهم الله تعالى. ولما كانت معرفة الله، حنوضح بس المعرفة ونخلص، يعني معرفة ما يجب وما يستحيل وما يستحيل وما يجوز، هذا هو معنى أو المراد بالمعرفة الواجبة. ليه؟ لا معرفة حقيقة الذات العالية لعدم إمكان ذلك. يعني لماذا لا يجب علينا معرفة ده؟ احنا لو وصلنا ليه حاجة نصل إلى شيء عظيم جدا. قال لك ما في سببين، أنه ليس المقصود بالمعرفة معرفة الذات، قالوا ما هما؟ عدم إمكان ذلك، ولعدم تكليفنا به بعدم طب ولا يقول لماذا لم نكلف به؟ أن الله تعالى وعد وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس هذا في وسعنا ولا في قدرتنا ولا في طاقتنا، ولا تحملنا ما لا إيه؟ ولبول في تكليف بما لا يطاق. زي إيه بعد؟ مسألوا له عرف التكليف بما لا يطاق. قالوا تدلوا عليه بمسألة واحدة فقط، ما فيش غيرها، يمكن تدور في الجن والإنس ما تلقاش غيرها. ما هي؟ أقول لك ما هي. تفضل لما تقرأ في سورة إيه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا. قطع الله تعالى في شأنه، وما أخذ من باب الأخبار أخبار ندخلهاش النسخ. يعني معناها أبو لهب حيموت كافر، وهذا وعد إلهي. ثم بعد ذلك يكلفه الله تعالى بالإيمان عن طريق تكليف بالمحال ده بما لا يطاق. لو آمن أبو لا حتى لو جرى على لسانه في كلمة الإيمان ولو كده، يعني معناها إيه؟ تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، تكذيب لله وبطلان للقرآن. إذا كان القرآن بيقول ده كلمة سيصلى نارا، يعني لا بد أن يموت على الكفر. لو كان هو يعني من الناس اللي هم يعني عندهم ذكاء ويقول لا أنا كذا آمنته، معناها الكلام ده باطل، لكن مع ذلك لم تحدث منه ولو حتى مجرد إيه افتراضا أو مثلا استهزاء، لم يفعلها أبدا. ولذلك بعد ما كلفوه بالدعوة في البداية قال النبي صلى الله عليه وسلم كفوا عن دعوته فإن الله حكم في أمره. خلاص الحكم ما فيش استئناف ولا فيش، الحكم أصبح نهائي مبرم. أهداء يدي المسألة دي التكليف بالمحال، تكليف ده بالمحال، لأنه لو حدث هذا يبقى معناه إيه في إيه لا هيبقى يلزم إيه وقوع
اي واحد. ما احنا ده مثال، ما هو كل من بس ده دليل نص. الوليد بن المغيرة ما فيهوش نص صريح، ما ممكن بس ما فيش، ما فيش اسم. ممكن اي واحد، لما ده ابو لهب في الاهجه باسمه تصريح، انما الوليد ممكن اقول لك مش انا الوليد، هو واحد ثاني. طب شو الحل؟ اذا معرفه حقيقه الذات غير ممكنه من ناحيه الادله، يعني من ناحيه الوصول لا، انما موضوع ثاني. اذا كشف الله تعالى لعباده او لمن يختصهم برحمته، ده قضيه ثانيه. زي ما سيدنا موسى قال ربي أرني، قال لن تراني ولكن انظر فإن استقر مكانه فسوف تراني. بعضهم قال حتى دليل الأشاعرة يقول لك تعليقها على أمر ممكن، وتعليق الرؤية على الممكن، تعليق الممكن على الشيء، التعليق على أمر ممكن يفيد الايه؟ إن كان وقوع، إن كان وقوع. لكن هل استقرار الجبل ده لما هل ده يمكن ده يستقر؟ فلما تجلى ربه الجبل جعله دكة، يبقى اذا الامكان ده مش من ناحية العقل، من ناحية الشرعية. لو اراد تعالى ان يستقر لاستقر، لكنه لم يستقر. يبقى اذا احنا مش مكلفين بكده. ولأجل هذا فسرت المعرفة بايه؟ بالمراد منها، وهو التصديق، يعني ان تصدق بوجودي وان تعرف الواجب اللي هو ايه؟ الثابت الذي لا يقبل الانتفاء، والمحال اي المنتفي الذي لا يقبل الثبوت، والجائز هو الذي يقبل ايه؟ الامرين معا، يقبل الامرين. ومثل هذا، اي مثل ما تعرفه في حق الله تعالى تعرفه في حق رسله صلوات الله وسلامه عليهم. ثم عرف الجائز والواجب والواجب العقلي، فنكتفي بهذا عشان طبعا ايه نذهب الى بغيتنا. نعم الشيخ سؤال بس عن ثلث المشيب عربي، قال اول واجب ونصف شهادتين، قلت انه في اول واجب هو النظر، القول هو غريب، ما هو الذي قال القول الغريب؟ اول واجب هو التقليد، التقليد ايوه. واحد ثاني في اغرب من كده قال اول واجب هو الشك، لانه السؤال عن فرعون تكليف المحلل، ومن يقول منهم اني اله من دوني فذلك نجزيه جهنم، هو قال اني اله من دوني. مين ده؟ فرعون. لا دي الآية دي مش في فرعون، إذا تعرف من الآية فقراءة اللي قبلها، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولذلك ابن عباس بيقول كده، ورد عنه أن الله تعالى فضل محمدا على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، فقالوا أما على أهل الأرض ما واضح، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قالوا فكيف تفضيله على أهل السماء؟ فاستدل بالآية ومن يقول منهم إني إله، مش من البشر، من الملائكة، ويقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم. منهم الملائكة؟ نعم منهم الملائكة، لا منهم، يعني يرجع إلى أن القبل عباد مكرمون لا يسبقون لا يشفعون إلا لمن ارتضاهم من خشيتهم، ومن يقول منهم يعني من الملائكة. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا إيه فتحنا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، فأعطاه براءة من النار ولم يعطها للملائكة. فقال ومن يقول منهم، على افتراض يعني، معناه أنه مستحيل يعني، يعني لا يعني معناه إذا كان الدال هو البراءة أو قضى له بالمغفرة ولم يقطع بها للملائكة، يبقى إيه معناه؟ إذا هو أفضل، ما هو لا يتصور منهم من الذنب، عشان هيك ما في مغفرة. ما قال ومن يقول منهم، ومن يقول منهم، ومن يقول على افتراض، على افتراض، ولكن محمد على الشرطيه هي على الافتراض وقع في حق المعصومين اللي هم ما يصدرش منهم، ولم يقع في حقه هو. وده دليل ابن عباس الجميل الافضل، ما تقدم من ذنبك وما تاخر فرفع عنه النار مطلقا، اعطاه براءة من النار وما اعطاش لحد غيره، بينما هدد الايه الناس. طب شيخ شو ما يقصد هذا؟ انتوا حتروحوا المكان ولا مش حتروحوا؟ ما هو الشكل الذي يقصده هو الواجب الشك؟ الشك الموصل الى الشك الموصل الى المعرفه يعني. كيف الشك؟ يعني معناها اقول لك كيف يصل الانسان الى الدليل القطعي بعد ما يشك في الشبهات والادله الموجوده دي، يعني معناها الشك الموصل الى الدليل او الموصل الى المعرفه، لان انت مش هتوصل لها مره واحده. هل انت لما هتوصل للمعرفة هتروح كده فاتح كتاب وتشوف المعرفة، ولا هتمر بمراحل؟ ما هي الشبهات يعني معناها شك، فاذا حدث شك لي شكت لي شكت لي، لما انت مثلا بتتعامل مع الناس كيف تصل الى الايه الانسان اللي هو ثقة لما تشك في ايه 20 30 40 50 واحد، ويمكن تقعد
تشك في ما توصلش خالص. مش واحد فيه بشك في نفسه يا أخي. نسبة التعريف للإيمان عند أهل السنة الإيمان يعني مجرد تصديق، وعند المعتزلة والمحدثين الإيمان تصديق باللسان. ما فيش حاجة اسمها المحدثين، المحدثين دول تابع أهل السنة ومش حاجة جديدة. ده هم ممكن تمسكوا بأدلة أخرى. الإيمان ثلاث أشياء اللي هم تكلم التصديق بالجنان بالجنان واعتقاد بالجنان وتصديق باللسان وعمل بالأركان. دول إيه دخلوا الأعمال في دائرة الإيه الإيمان، لكن أصل الإيمان هو إيه تصديق. لو أن إنسان نطق بالشهادتين تمام كده ومات على ذلك من أهل الجنة ولا من أهل الجنة، فلو كانت الأعمال دي من أركان الإيمان يبقى ما ينفعش الإيمان. في حق من يمكن هذا ما أمكن العمل، وإحنا غير ممكن لنا العمل، إحنا على الفضل الله تعالى والله تعالى أعلم. الله يجزيك خير. والله